مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج من الجزائر، والذي نعالج ونناقش فيه مستجدات الساحة الوطنية والدولية. موضوع اليوم سنحاول أن نتحدث على جلسات الوطنية للفلاحة التي كانت تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم في قصر المؤتمرات. أيضا كانت هناك موضوع، أيضا سنحاول أن نعود إلى موضوع الرقمنة التي هي حديث الساعة أيضا مؤخرا بعد تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في لقائه للصحافة الوطنية، فسنتحدث أيضا على هذا الموضوع الهام جدا والاستراتيجي في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني. رفقة ضيوفي يحضر معي السيد عبد القادر سليماني، خبير اقتصادي واستراتيجي. مرحبا سيدي. مساء الخير سي بوفلح، شكرا على الاستضافة وارحب بضيفك الكريم. شكرا لك سيد عبد القادر سليماني. ايضا اسعد باستضافة السيد داودي عبد الجبار وهو ممثل عن وزارة التعليم العالي. مرحبا استاذ. شكرا سيدي الكريم، مرحبا بالضيف الزميل. شكرا لحضوركم معنا. أبدأ ممكن بالموضوع، كما قلنا جلسات الوطنية للفلاحة كانت تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كانت هناك خطاب واضح، تحدث عن ضرورة الذهاب أو تحقيق الأمن الغذائي، تحدث عن على ما تحقق خلال 3 سنوات في قطاع الفلاحة، وأثنى على ما حققته أو حققه قطاع الفلاحة في هذه 3 سنوات الأخيرة. أولا، أهمية هذه الجلسات الوطنية للفلاحة في هذا التوقيت بالذات، في ظل ذهاب واستراتيجية الجزائر في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. شكرا سي اسماعيل. حقيقة اليوم كاقتصادي نشوف أنه قطاع الفلاحة هو مع القطاع الطاقة تقريبا هم القطاعات اللوكوموتيف، يعني هم اللي يسيروا في الاقتصاد الوطني. نتيجة النتائج الإيجابية اليوم نتحدث على زيادة في الناتج الداخلي الخام، اليوم مساهمة الفلاحة تقريبا 14.7% من الناتج من بي بي الجزائري. اليوم نتكلم على 4500 مليار دينار جزائري، هي قيمة المنتوج الفلاحي اليوم في الجزائر. بعض الشعب الاستراتيجية مثل شعبة الحبوب اللي وصلت إنتاجها إلى 4.1 مليون طن. نعرف احنا الشعب الجزائري من أكبر الشعوب المستهلكة للحبوب، خصوصا القمح الصلب والقمح اللين، فاتورة كبيرة اللي كانت تستوردها الدولة الجزائرية. اليوم فيه خيار استراتيجي، فيه رؤية استشرافية اللي شافها السيد رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية أنها ضرورة تحقيق الأمن الغذائي، وكان شعار جلسات الوطنية اليوم هي الفلاحة أمن غذائي مستدام. شفنا أنه هناك العديد من الآليات يعني في تمويل الاستثمار في المجال الفلاحي، كلام كبير على العقار الفلاحي وإعادة النظر كذلك في آلية الاستثمار، وأنه اليوم الأرض لمن يفلحها. اليوم أول مرة سيد رئيس الجمهورية قال سوف نساعد كل من يريد الدخول في الزراعة الصناعية الزيتية والسكرية، وكذلك نتكلم سيد رئيس الجمهورية على الرقمنة على البيانات، لأنه اليوم عندما نتكلم على الرقمنة نتكلم في ضرورة تكون عندنا إحصائيات يعني حقيقية، إحصائيات محينة معلومات، وبالتالي نوصل إلى يعني نديروا خريطة وطنية ل 58 ولاية، نروح إلى يعني مناطق فلاحية بامتياز أو مناطق زراعية. الجزائر تملك 22 مليون هكتار صالحة للزراعة وللرعي. كذلك اليوم نستلهم كذلك ضرورة الذهاب إلى يعني التكنولوجيا السقي والري الحديث، وضرورة يعني استغلال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاقتصادي مع شباب وطني، شباب الفلاح الذي يريد الدخول والاستثمار عن طريق التعاونيات والمستثمرات الفلاحية. إن شاء الله كما قال رئيس الجمهورية في آفاق 2025 احنا وصلوا إلى اكتفاء غذائي، 75% هي في مجال الخضر والفواكه لدينا اكتفاء ذاتي، وما زلنا تقريبا بعض الأمور في الصناعة الزيتية والسكرية والحبوب لنوصل إن شاء الله إلى يعني أمن غذائي مستتب. نعم، واضح سيد السليماني. سيد داودي عبد الجبار، يعني باش ما نخرجوش ممكن على الموضوع، لكن رئيس الجمهورية تحدث على الرقمنة في القطاع الفلاحي، تحدث على أنه الرقمنة مهمة جدا لممكن ضبط وحتى تحديد كل ما يتعلق بالميدان الفلاحي، الأراضي المزروعة، أيضا تحدث على المواشي، أيضا عدد المواشي، إحصاء دقيق لعدد المواشي.
لو نتحدث على الرقمنة، يعني أهمية الرقمنة، خصوصا أنه رأينا رئيس الجمهورية مؤخرا تحدث في لقاء الصحافة أكد على أنه الرقمنة نحن ماضيون وذاهبون إليها بالقوة بكل استعمال كل الأساليب، لأنه كان هناك تأخر كبير جدا إلى غاية 2023 ونحن بعيدون جدا عن الرقمنة. يعني كنت هناك استراتيجية للدولة أنه يجب أن تواكب هذه الاستراتيجية، تواكبها الرقمنة أيضا. بالفعل سيد رئيس الجمهورية، وهذا ليس بجديد، حيث الرقمنة تعتبر التزاما من التزاماته 54 التي تعهد بها إلى الشعب الجزائري، صحيح، لإعطاء أكثر شفافية ومرونة في المعاملات الاقتصادية. ومن بين الأمور الإيجابية للرقمنة وهي المعطيات الدقيقة والحقيقية التي تساعد في اتخاذ القرار الصائب لخدمة الاقتصاد الوطني وكذلك التنمية المحلية كانت أو الوطنية. إذن كل ما يصبو إليه ويهدف إليه السيد رئيس الجمهورية وهو من جعل أو استحداث نظام رقمي أو نظام بيئي رقمي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري وكذلك المتعاملين الاقتصاديين، كما تفضل زميلي الأستاذ سليماني، أنه من بين العوامل التي تجلب المستثمرين وهو نظام بيئي رقمي مؤمن وفعال وذو كفاءة تقنية عالية، وهذا ما تصبو إليه الجامعة الجزائرية من خلال قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو قطاع هام، وهو كذلك التزام من التزامات السيد الرئيس الذي يرى في الجامعة الجزائرية ممثلة في قطاعها الوزارة، وهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أراد أن يجعل من الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية. وممكن ما شاهدنا أمس إطلاق أعتقد 9 منصات رقمية. بالفعل إطلاق 9 منصات رقمية هو مواصلة لمسيرة بدأت منذ شهر سبتمبر 2022 منذ تولي البروفيسور كمال بداري زمام الأمور في وزارة قطاع التعليم العالي، حيث منذ ذلك الحين تم استشارة جميع المدراء ورؤساء المؤسسات الجامعية المنتشرة عبر ربوع الوطني لتبني فكرة وإشراكهم في وضع سياسة أو استراتيجية رقمية واضحة المعاني. فكان للمخطط الرئيسي للرقمنة الذي اعتمد من طرف جميع رؤساء المؤسسات الجامعية والذي يحتوي أو في طياته على 7 محاور استراتيجية، منها إنشاء 42 منصة زائد 4 منصات للخدمات الجامعية مقسمة على 102 برنامجا عملياتي و16 برنامجا استراتيجيا. إذن هذه الاستراتيجية الرقمية من بين نتائجها هي المنصات الرقمية التي تم وضعها حيز الخدمة يوم أمس. للتذكير فقط أن هذه المنصات تضاف إلى 15 منصة رقمية كان تم إطلاقها وهي مفعلة. فيما تختص هذه الرقمنة؟ إذن كما وضحت أن الاستراتيجية ترتكز على 7 محاور استراتيجية. من بين هذه المحاور يوم أمس المحور الأول وهو محور الرقمنة لدعم الطالب أو في خدمة الطالب، فكان للمنصة الأولى والتي اسمها المنصة أو الدفتر التوجيهي التوافقي تكوين مهنة يسمح للمستفيدين منه وهم 5 فئات، هم التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا. كما يعلم الجميع أن تلميذ اليوم هو طالب الغد، إذن الجامعة الجزائرية تتحضر وتساعد هؤلاء الطلبة المستقبليين في اختيار شعبهم واختيار المهن المناسبة لتخصصاتهم. إذن تحتوي المنصة إلى مجموعة أو خريطة التكوينات المتواجدة بالجامعات الجزائرية وكذلك مجموعة من المهن المرتبطة بالتخصصات المدرسة بالجامعة. نعم سيد داودي، راح نزيد ونفصل أكثر في المنصات الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكثر. ممكن باش نكمل في موضوع الجلسات الوطنية للفلاحة. سيد سليماني، رئيس الجمهورية تحدث على كما قلنا الأمن الغذائي، أكد ووجه رسالة للفلاحين، قال أنه على الفلاحين
أن يدركوا أن الأمن الغذائي يضمن سيادة القرار ويضمن استقلال. يعني أعتقد الكلمة موجهة للفلاحين، كيف تفسر ممكن هذه الكلمة الموجهة للفلاحين؟ ماذا يطلب من الفلاحين أن يقدموه ممكن لتحقيق هذا المبتغى الذي هو الأمن الغذائي؟ صحيح، اليوم لما كانت الفلاحة هي صمام أمان الأمن الغذائي الجزائري الذي هو من الأمن القومي، أعطى سيد رئيس الجمهورية أعطى ولا حط الفلاحين أمام مسؤولياتهم، لأنه اليوم شفنا التكريمات اللي كانت لسيد رئيس الجمهورية للمستثمرين في الجانب الفلاحي. صحيح. والفلاحين هذا يعطيك يعني نظرة أنه اليوم ما فيش اقتصاد قوي دون قطاع خاص قوي، دون استثمار من جانب الفلاحين. اليوم يجب أن نعلم أنه ما نعطيوش مسؤولية أكبر من الفلاحين. اليوم الفلاح اللي ندعوه أنه هو اللي يروح للسوق، أنه هو اللي يبيع يعني منتوجاته، لا وألف لا. اليوم الفلاح ما كانوا في الحقل، ما كانوا أنك يعطيك الإنتاج، وعلى الدولة الجزائرية والدواوين المهنية والتنظيمات والمنظمات أنها هي اللي تهبط إلى الفلاح من أجل أن توجهوا أن ترافقوا. شفنا أنه كان العديد من التمويلات والتسهيلات بدءا من إنشاء بنك البذور الجزائر من صحيح. أجل الوصول إلى استقلالية الجزائر في مجال البذور. نعرفوا أن البذور كانت حكر للدول الغربية، كان الدول الغربية هي اللي تحب تعطيك بذور نعم أو لا. فهذه الاستقلالية في جانب البذور بالإضافة إلى الاستقلالية في جانب الأسمدة، نعرفوا أن أوكرانيا وروسيا كما هما يحتكروا 40% من سلة الغذاء الحبوب في العالم، كذلك يحتكروا مادة الأسمدة. نعرفوا الأسمدة هي اللي تزيد لك في الإنتاجية. اليوم سيد رئيس الجمهورية قال يجب الوصول إلى 60 قنطار في الهكتار، معناتها تكون عندك المردودية والإنتاجية في الهكتار الواحد عن طريق ماذا؟ عن طريق تكون عندك بذور اللي هجينة وفيها يعني بعض الأشغال الكيميائية والبيولوجية، بالإضافة تكون عندك أسمدة من العيار يعني اللي تشجع وتطور لك الانتاج، بالاضافه الى التقنيه والتكنولوجيا. الامن الغذائي اليوم اصبح ركيزه اساسيه في اتخاذ القرارات السياسيه والسياديه. اليوم اكبر الدول اقتصادا في العالم هي من تقرر في العالم. صحيح. نتكلم على امريكا، نتكلم على الصين، نتكلم على روسيا، شفنا حتى اوروبا اليوم، شفنا بريطانيا مؤخرا فيها يعني ازمه كبيره في التموين، ازمه كبيره في المواد الغذائيه واسعه الاستهلاك الاف ام سي جي. اليوم الجزائر عرفت انها يجب ان تتحكم في البروسيس النمط تاع الفلاحه من الف الى ياء، من البذور والاسمده الى غايه شبكة التوزيع. علاش اليوم ما يلزمش الفلاح نعطوه أكثر من مسؤوليته؟ الفلاح راهو في الحقل بتاعه، راهو في البستان، راهو اليوم عنده مشاكله، فما نزيدولوش مشاكل. يجب الدواوين هي اللي تروح، هي اللي ترافقه. شفنا قرارات يعني قرارات هامة، منها زيادة أسعار شراء الحبوب والحبوب والبقوليات الجافة من الدواوين، وحصرية شرائها من طرف الدواوين العمومية. شفنا كذلك تمويلات في جانب يعني مع البنوك، وقال سيد رئيس الجمهورية اليوم للفلاحين لا تخف عندما تعطيني معطيات وتعطيني إحصائيات، مش معناتها أني احنا بعث لك الضرائب، لأن هذه الصورة النمطية كانت علاش؟ لكن كان هناك غياب اتصال، ربما التنظيمات والمديريات والدواوين ما كانوش يتصلوا بالفلاحين ويعطي لهم. اليوم المفروض على الفلاح تعطي له النظرة تاع الدولة، نظرة 2030 2035، والذهاب نحن عندنا ضرورة حتمية أنه نذهب إلى تكون عندنا مناطق فلاحية، معناتها الزراعة الصحراوية، الزراعة الصناعية، زراعة الحبوب، زراعة الشمندر السكري، زراعة الذرة والصوجة، لأنه باش نوصل إلى اكتفاء ذاتي في أقرب وقت ونروحوا إلى الصناعات التحويلية والغذائية. اليوم في إفريقيا الكل يشهد أنه لدينا مواد يعني الصناعة الغذائية لاغرو اليمونتير الجزائرية مطلوبة في النيجر، في مالي، في السنغال، في كوت ديفوار. فاليوم يجب مرافقة الفلاح باش يعطينا منتوج جيد، باش كذلك نروحوا نرسموا خريطة الاستثمار في المصانع. اليوم سيد رئيس الجمهورية قال أتعهد أن نمد تمويلات توصل إلى 90% من مشروع يعني الصناعات، معناتها الزيوت والسكر. فاليوم الكرة هي في مرمى المستثمر،
والفلاح يعني اعطينا له راهو في الحقل تاعو راهو في البستان راهو باش يعطينا منتوج الانتاجيه ويرفع لنا في الانتاج ولازم تكون عنده مرافقه من طرف الجميع. نعم راح نعود لنقطه ممكن دعم الفلاحين ما يتلقونه من دعم هل هو كافي ام غير كافي أوكي. سنعود ممكن لهذه النقطه. سيد داودي عبد الجبار نعود لموضوع الرقمنه لانه كانت هناك رئيس الجمهوريه في اخر لقاء مع الصحافة تحدث عن قلقه من يعني عدم الذهاب نحو تجسيد هذا القطاع تجسيد يعني رقمنا. هل ترى أن القطاعات الآن يعني ملزمة ومجبرة على أكيد تتبع يعني خطابات رئيس الجمهورية ومواكبة ممكن استراتيجية الدولة في تطوير ورقمنة وتعميم الرقمنة على المستوى الوطني؟ إيه بالفعل أنه تعميم رقمنا شيء إيجابي، ولكن سيدي الكريم سوف أختصر في الرد على قطاعي وهو قطاع وزارة التعليم نعم. العالي والبحث العلمي، خاصة أننا قطعنا أشواطا كبيرة في صح. مجال الرقمنة. أحيطك علما سيدي الكريم أننا من بين الوزارات الأولى التي عملت بتوصيات رئيس الجمهورية فيما يخص التصديق والتوثيق والإمضاء الإلكتروني، فأصبح جميع الوثائق في المستوى العمودي والأفقي تمضى إلكترونيا، وهذا تجسيدا فعليا لما أمر به سيد رئيس الجمهورية لحتى الرقمنة. لكن لحد الآن غير كافية سيد. قطعنا أشواطا كبيرة نعم. والمجهود لازال متواصل، ولكن نعم. أؤكد لك سيدي أننا مجموع من بين 42 منصة أننا في 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 23 منصة، مع العلم أن هذه عدد المنصات حددت لها مدة زمنية قدرها حتى ديسمبر 2024، ولكن السيد الوزير التزم يوم أمس أن جميع المنصات سوف تكون مفعلة في خلال شهر جوان 2023 حتى يتبقى لنا من المدة الزمنية سنة ونصف، وهذا يكون في حد ذاته إنجازا. هل هي كافية هذه كل هذه المنصات؟ هذه المنصات سوف تجيب على جميع الانشغالات الفواعل الجامعية. الشيء الجميل أننا في الجامعة في اتصال دائم ومتواصل مع جميع فواعل الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وعمال الوزارة والوصية وكذلك جميع المسؤولين والقائمين على الوزارة في تحسس لآهات و وحتى لا نقول انشغالات، ولكن حتى تكون فيه إجابات شافية كافية وافية تقنيا ورقميا لجميع مستعملي هذا الفضاء الرقمي. وإن شاء الله بتوفيق الله عز وجل نحن على الطريق الصحيح، خاصة وأننا الجامعات الجزائرية تشهد وتيرة سريعة متصاعدة في إدماج هذه الوسائط الرقمية لتعود بالفائدة على فوائل الأسرة الجامعية. نعم جميل جدا سيد داودي، واضح. شكرا لك على هذه التوضيحات. سيد عبد القادر سليماني ممكن نتحدث على الرقمنة، لأن رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء أو خلال هذه الجلسات تحدث على موضوع الرقمنة، قال أنه بصريح العبارة قال أنه في ممارسة سابقة كانت تضلل الأرقام، وتحدث على ممكن المساحة المزروعة، تحدث على هناك أرقام كانت مضللة خلال العهودات السابقة حول يعني هذه الأرقام بسبب غياب الرقمنة. قال اليوم يجب أن نذهب نحو الرقمنة لكي نكشف كل الأرقام الحقيقية ونكشف الواقع. واش قال اليوم السيد رئيس الجمهورية؟ يعني أعاد ما قاله كذلك في اجتماع الأخير مع مجلس الوزراء عندما قال يجب محاربة البيروقراطية وتفعيل الرقمنة وتجسيدها إما يعني طواعية أو بالقوة أو بالإرادة بالإرادة نعم. لأنه علاش باش يفهم الجميع أنه اليوم الرقمنة ماهيش عقوبة، اليوم الرقمنة راه تساعد صاحب القرار صحيح. يعني صانع القرار اللي هو سيد رئيس الجمهورية والسلطات العمومية كل في وزارته وكل في قطاعه، باش تكون عنده يعني رؤية فيزيبيليتي، باش تكون عندك فيزيبيليتي لازم تكون عندك يعني إحصاء ومعلومات محيّنة ودقيقة. اليوم من يملك المعلومة يملك الميدان ويملك الاستشراف ويملك أنه يعطي قرارات، قرارات هذه ترجع إما إيجابية أو سلبية غلطة بناء عن هذه الإحصائيات. لأنه اليوم القائد أو الليدر أو المناجر الحقيقي في كل في مجاله يحتاج إلى هذه المعلومات ويحتاج إلى مؤشرات يعني KPI.
هذو الكي بي اي هي اللي تساعدوا باش يدير قرارته. عنده لوحه قياده، هذه لوحه القياده تمشي بالمؤشرات هذه اللي على اساس تجيب بالرقمنه. كما تفضل انا نحيي وزاره التعليم العالي لانه من الوزارات اللي دخلت في الديناميكيه الاقتصاديه، يعني شوفوا اليوم حاضنه اعمال ومستبيعات ومستثمرين، يعني شباب يخرجوا دار المقاولاتيه مؤسسات الناشئه. نعم اليوم شفنا حتى اتفاقيه مع وكاله العناد من اجل حصريه تمويل الاستثمارات من طرف الطلبه الجامعيين، يعني شيء جميل. لكن اليوم نحن طماعين، نطمعوا اكثر انه مثلا في جانب الفلاحه انه الطلبه مثل ما كانت في عهد الراحل هو لبومدين، الطلبه الجزائريين كانوا يهبطوا الحقول، كانوا يهبطوا يعني يشوفوا يعني المهندسين والتقنيين الزراعيين وخريجين معاي، كان يروحوا يرافقوا الفلاح، يرسموا له خارطه الطريق، يعاونوه تقنيا، يعاونوه يعني بالخبرات ويعني خضوهات، هو يعطي لهم الخبره وهما يعطيو له يعني التقنيه والتكنولوجيا. اليوم كذلك ما تنساش مع الرقمنه كذلك نتكلم على الذكاء الاصطناعي، نتكلم على الذكاء الاقتصادي، نتكلم كذلك على المكننه. اليوم المكننه نحن بحاجه الى مؤسسات ناشئه خريجه من معاهد التكوين ومن الجامعه الجزائريه لتصنع لنا المكننه. عندنا زهره يعني زهره الصناعات الجزائريه سوناكوم اللي كانت في السبعينات والثمانينات، اليوم نحن بحاجه الى الجرار الجزائري والى الماكينه الجزائريه والى لي بيفو تاع الري وتاع السقي اللي متحركه. علاش؟ لانه اليوم التحدي الكبير وهو وصول الى انتاجيه تاع 60 قنطار في الهكتار. لدينا كذلك يعني الصحراء هنا كذلك الكبيره محتاجه الى اليات للري. اليوم سيد رئيس الجمهوريه تكلم حتى على السد الاخضر، قال لي ما لا يكون نعودوا من سد اخضر اللي فيه الاشجار يروح الى سد اخضر اللي فيه منتج ايضا منتج فيه اشجار، فيه كروم، فيه شجره الارغان، فيه يعني زيت. تحدث عن اللوز، الفستق، اعتقد بطبيعه الحال اذا اليوم يجب ان نفهم انه الفلاحه في الجزائر اصبحت يعني نعول عليها لكي تكون ما نقولوش بديل، لكن على الاقل لتكون يعني نتحولوا اقتصاديا ونوصلوا انه الفلاحه توصل الى 20-25% من الناتج المحلي، وعلى القطاعات الاخرى مثل الصناعه مثل الخدمات ان يحظوا نفس حظو الفلاحه. الرقمنه اليوم اصبحت اكثر من يعني من الزاميه، لكن موازاه مع ذلك سي بوفليح اليوم نتكلموا كذا كما تكلمنا عن الامن الغذائي، نتكلموا كذلك على الامن الرقمي. ما تنساش 90% من يعني البريد الالكتروني ولا محينه في يعني سيرفر يعني موجوده في اوروبا دول غربيه، فان الاوان اليوم الجامعه الجزائريه نقل هذه الامور التقنيه الى الجزائر، يكون عندنا نوصل الى امن يعني امن رقمي، امن الكتروني، ونحن يعني رانا داخلين في الدفع الالكتروني وفي الدينار الرقمي، ويعني اليات كبيره راهي جايه في مجال الرقمنه وعصرنه كل المنظومات من بينهم الفلاحه والبنوك وقطاعات اخرى. نعم سمحت لي سيدي الكريم حتى انا حبيت هو معيش رجع طمن زميلي وصديقي سليماني ان من بين الاولويات التي رصدتها الاستراتيجية المخطط الرئيسي للرقمنة وهي محيطا برقمي مؤمن. صحيح. هذه أول شيء، وعملت الوزارة من خلال اللجان كما تعلمون أنها تمت إنشاء لجنة وطنية للرقمنة على مستوى الوزارة، وكذلك لجان لجنة الاستراتيجية على مستوى المؤسسات أي المستوى المحلي. وكان من باب أولوياتها واهتماماتها هي وضع مراكز معلوماتية مع وقاعدات بيانات محلية تكون مؤمنة بصفة، والإجابة التقنية كانت فورية من طرف أساتذتنا وكذلك مهندسي القطاع المختصين. كما يعلم الجميع أن العقل الجزائري صحيح. حينما يجد البيئة الملائمة للعمل، وهذا ما وفرته له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة وأن المجال الرقمي يسمح ويعطي فرصة لاتخاذ المبادرة. صحيح. وكذلك كما تعلمون ويعلم الجميع أن من بين إيجابية الرقمنة وهي التحفيز على الابتكار، وهذا العنصر أو هذه النقطة مهمة جدا، وقد ذكرتم المؤسسات الناشئة وهو كان موضوع المنصة الثانية التي تم إطلاقها يوم أمس، وهي منصة متابعة مشاريع المبتكرة الذي يستفيد منها الطلبة المسجلين في القرار الوزاري 1275 شهادة جامعية مؤسسة ناشئة براءة اختراع
تساعدهم وترافقهم على الحصول على وسم لابل ستارت اب. نعم. الجامعة الجزائرية اليوم أصبحت أكثر تفتحا وربطت علاقات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي حتى تكون لها مساهمة فعالة أكيد. ومباشرة في الآخر أكيد. وكذلك كتطمين لك وللمشاهدين الأكارم وكذلك لشعبنا الشعب الجزائري أن بعض المشاريع وسوف يتم الإعلان عنها تخص جميع القطاعات، القطاع الفلاحي، الري، الصيدلة. كما تعلمون أن وحدات البحث للجامعة الجزائرية تحولت من البحث إلى الإنتاج، وأصبحنا نشهد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى البحث التطبيقي، وخير دليل مركز الصناعات، مركز البحث بقسنطين أصبح مركزا للإنتاج البيوطبي، وخير دليل مساهمته في إنتاج لقاح في جائحة كورونا. أصبحت مؤسسات وحدات البحث موحدات منتجة تساهم في الاقتصاد الوطني. نعم. واضح سيد داودي. طبعا راح نزيد نعاود نرجع ممكن لإسهامات الطلبة أيضا في موضوع هذا المبتغى الذي هو يتمثل في الرقمنة، لكن سنعود ممكن بعد الفاصل. لا تذهبوا بعيدا. مرحبا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نواصل برنامج من الجزائر. كما تحدثنا موضوع قلنا الجلسات الوطنية للفلاحة، سنواصل الحديث لكن سنتحدث على موضوع الرقمنة وأيضا أهميته وكيفية تجسيده مستقبلا في الجزائر. سيد سليماني، نعود لموضوع الرقمنة. أولا، رئيس الجمهورية كما قلنا انتقد كثيرا عدم يعني التسريع الوتيرة في رقمنة كل القطاعات. ما هي العراقيل في رأيك التي حالت دون تجسيد هذا المبتغى الذي يتمثل في الرقمنة؟ لا، هو كان يعني كل قطاع يمشي بسرعات، يعني شفنا مثلا وزارة التعليم العالي تمشي بسرعة قصوى، وزارة كذلك الداخلية، لكن هناك قطاعات أخرى يعني ربما تسير بسرعة كما قال سيدي سمورة، سرعة الحلزون. صحيح. يعني اليوم لا، وشوف هو كاين هناك كاين ناس نقولوا كان مقاومة، لأنه اليوم كي نقولوا رقمنة نقولوا تحييد البيروقراطية، نقولوا يعني تحييد الغش، تحييد التلاعب بالأرقام، لأنه كان حتى بعض يعني مسؤولين على مستويات الدنيا يعني يعطيوا يعني أرقام غير فعلية، ربما لتجنب ربما المساءلة أو لتجنب بعض الأمور. لكن اليوم نقول أنه اقتصاد قوي ولا تسير الجزائر هذه الدولة القارة، الدولة القوية إقليميا، يلزم لها أرقام حقيقية، يلزم توصل المعلومة، يلزم البيانات تكون محينة، وتكون الرقمنة اللي بها نخرجوا من البيروقراطية ونخرجوا، لأنه أساس الفساد في وقت مضى كان من الاتصال المباشر بين الإدارة وبين ربما المستثمر. صحيح. وبين المواطن. فاليوم عندما تدير الرقمنة تحين، حتدير هذاك الجدار العازل بين يعني الإدارة وبين المستثمر أو بين الطالب ولا بين المواطن. اليوم الرقمنة يعني يجب نوصله إلى مثلا كما قلنا للأمن الرقمي، نوصله كذلك إلى أنه يكون عندنا منظومة بيئة اقتصادية مهيئة. اليوم عندما نتكلم على مثلا استعملناها في مجال الاستثمار، لدينا المنصة الرقمية للمستثمر. اليوم الجزائر لديها تحديات أنها تجذب استثمارات أجنبية، اليوم من الصين، من الولايات المتحدة الأمريكية، من جميع. صحيح. اليوم إذا كان هذا المستثمر يقول ما عندكمش اليوم يعني منصات رقمية خصوصا، فأنا كيف يعني ندخل إلى السوق الوطنية. وكذلك اليوم نتكلموا عندما نتكلموا على الرقمنة نتكلموا كذلك على الدفع الإلكتروني. اليوم يجب أن تكون عندنا منظومة بنكية، منظومة مصرفية، ومنظومة ضريبية. أنا أظن أنه الخلل الكبير
موجود في المنظومة البنكية والضريبية، وخصوصا أملاك الدولة، لأنه حتى شفنا مؤخرا تكلمنا مثلا على العقار، قلنا من أسباب مازال هناك شيوع، مازال هناك ربما عقود غير يعني مازال ما لقاتش الحلول، لأنه غياب الرقمنة، غياب التسجيل. فاليوم عندما نقول تعميم الرقمنة على كل القطاعات، خصوصا البنوك، خصوصا المصارف والضرائب، فتكون هناك شفافية. كي تكون هناك شفافية تكون هناك يعني كما حنا نقولوا مساواة وعدالة اجتماعية، لأنه اليوم حتى في الدولة باش تدير برنامجها أو يعني برنامج تاع الميزانية، تعرف عدد الفقراء، تعرف عدد الأغنياء، تعرف عدد الفلاحين، تعرف عدد الطلبة، تعرف عدد مثلا حتى بالنسبة لرؤوس المواشي. صحيح. قالها سيد رئيس الجمهورية، يعني كان هناك رقم مضخم مرتين أو ثلاثة. صحيح. فهذا لا يعقل في بلد يسعى للوصول إلى سيادة الاقتصادية التي هي من أمنها القومي. إذن اليوم الرقمنة لا سبيل لنا إلى الرقمنة، أولا تكون عندنا معلومات، وتكون عندنا تواصل، وتكون عندنا هذه يعني القابلية. اليوم على هذاك البيروقراطي والإداري أنه يتقبل الرقمنة، لأنه الرقمنة راح تفيد الاقتصاد الوطني، راح تفيد هذه الدولة الجزائرية اللي اليوم بشهادة الهيئات العالمية، يعني البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التغذية العالمية اللي صفت الجزائر في المرتبة الأولى في الأمن الغذائي. كل هذه المنظمات كي تعطيك أرقام أنه اليوم الجزائر هي دولة قوية بإنتاجها، باستثمارها، مناخ أعمالها، ببيئتها الاقتصادية، لكن ما زلنا ربما هذه الرقمنة اللي ما طبقناهاش بنسبة عالية، لأنه كان هناك مقاومة، كان هناك يعني ما كانش هناك قابلية من طرف هذو الأعوان الإداريين اللي قالها سيد رئيس الجمهورية. نشوفوا مثلا هناك مشاريع تراوح نفسها، ربما حتى ما كتب دراسات يعني اللي ما خدمتش خدمتها. اليوم ربما سكك حديدية اللي أعطانا ربما مهلة اللي تفوق كل التوقعات. فاليوم بالرقمنة راح نستفاد منها، وحنحيين حتكون عندنا معلومات دقيقة اللي تساعدنا باش ناخذوا قرارات يعني مصيرية للدولة الجزائرية. نعم، واضح سيد سليماني. سيد داودي، في هذا الموضوع كيف يمكن استغلال الكفاءات في الجامعات الجزائرية ممكن لتطوير هذا الميدان، ميدان الرقمنة؟ نشوفوا يعني هناك كفاءات أكيد جزائرية على مستوى الجامعات، حتى هناك يعني قضية المؤسسات الناشئة التي تحتضنها الجامعات. كيف يمكن دعم، أولا دعم هذه المؤسسات الناشئة، دعم الطلبة لممكن الإبداع وطرح أفكار في موضوع الرقمنة، وأيضا ولوجهم واستغلالهم في موضوع هذا، يعني تكون هناك سهولة في تعميم هذه الفكرة. إذا قبل الإجابة على سؤالك، أود عاقبة على زميلي. نعم، تفضل. كذلك من بين المنصات التي تم إطلاقها يوم أمس وهي منصة متابعة الممتلكات. تقوم هذه في مشكل كبير في الأملاك العقارية. إذن هذه المنصة موجهة لمؤسسات الجامعية من أجل إحصاء وجرد جميع المنشآت والهياكل القاعدية التابعة للمؤسسات الجامعية، لتمكين رؤساء ومدراء المؤسسات اتخاذ القرار الملائم. قرارات مناسبة. نقطة أخرى تكلمتم عنها في بما يخص جعل من الجزائري وجهة، وهو التزاما من التزامات السيد الرئيس، خاصة في جلب الاستثمارات وغيرها. نعم. من ذلك تم يوم أمس كذلك إطلاق منصة واسمها منصة الطالب الدولي. هذه المنصة وضعت للطلبة الأجانب الدوليين الراغبين في التسجيل ومتابعة دراستهم بالجزائر. هذه سوف تكون نافذتهم على قطاع التعليم العالي والمؤسسات والمدارس الجامعية المتواجدة بالجزائر، حيث يمكن لهذا الطالب الأجنبي أن يتقدم بطلب أو ملف ترشحه إلكترونيا. في حالة قبوله سوف يتم الرد عليه بالإيجاب ومنحه شهادة تسجيل فيها اسم المؤسسة الجامعية المسجل بها زائد التخصص المراد التسجيل فيه. هذه المنصة هدفها تسهيل الإجراءات وتبسيطها للطلبة الأجانب لجعل من الجزائر وجهة تعليمية بيداغوجية. ومن لكن سيد اسمح لي فقط في هذه النقطة، يعني كيف كان الطالب الأجنبي يتعامل
قبل إطلاق هذه قبل إطلاقها كانوا يتواصلوا مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطات طريقة تقليدية طريقة تقليدية. فكيفاش شرح العمليات؟ كان يجي الطالب من بلده، ناخذ على سبيل المثال بلد ما، يلتحق بسفارته، يتم إيداع ملف ورقي، ثم الممثل يودع الملف على مستوى السفارة لأنه هو الممثلية المعتمدة، ما فيهش اتصال مباشر بين الطالب أجنبي والمؤسسات الجزائرية. كانت تربطنا علاقات واتفاقيات وتعاون التي تسمح لطلبة هاته البلدان من متابعة دراستهم ببلدنا. إذا كان الملف الورقي يحول إلى الوزارة إذا كانت فيه شهادة مطابقة إلى الوزارة أم إلى الجامعة؟ لا، إلى الوزارة قبل، لأنه فيه شهادة معادلة مطابقة يتم بعد ذلك توجيه الطالب حسب التخصص والشهادة المعادلة لما تم دراسته في بلده الأصلي. الآن كل هذه الإجراءات من معادلة الشهادة أو التصديق على بعض الوثائق المطلوبة من ملف مثلا الشهادة الطبية، شهادة السلامة الجسدية والعقلية، يمكنه بضغط زر وضعها، ويمكن لحنا الجهات المختصة للمؤسسات الجامعية وتحميل هذا الملف، لا تأخذ اثنين ثواني من الزمن ثانيتين. يعني الآن الطالب الجامعي الأجنبي مباشرة يتواصل مع الجامعة التي سيدرس فيها مباشرة. العملية كيف تتم؟ يروح مباشرة للمنصة وعنده حرية اختيار المؤسسات اللي يتقدم لها، يترشح لها، وفي انتظار رد المؤسسات المستقبلة، وهي جميعها مؤسسات عمومية ومدارس جامعية تابعة لوزارة التعليم. طبعا هي خطوة خطوة عملاقة، ولكن تأخر إن شاء الله استنساخها من طرف قطاعات أخرى، خصوصا مجال الصناعة والفلاحة حتى في الاستثمار. في الاستثمار نظن اليوم وزارة التعليم العالي راه تقدم جميع الإجابات للأخ سليماني بصفته خبير اقتصادي. هناك قطاعات انشات بسرعة مثل قطاع الداخلية، قطاع التعليم العالي، في انتظار يعني قطاعات أخرى تواكب نفس سرعة وزارة التعليم العالي. فيه منصات أخرى من هذه المنصات التسع، وهي منصة تقييم الباحثين الدائمين التي تعنى بمرافقة ومتابعة المسار المهني للأساتذة الباحثين التابعين لوحدات ومراكز البحث. منصة أخرى منصة سينما الجامعة، موضوع فيها مجموعة من الأفلام القصيرة والطويلة المنتجة محليا أي وطنية جزائرية 100%. هذه الأفلام تعرض كل يوم ثلاثاء على الطلبة في الجامعات والإقامات الجامعية، مع العلم أنه هذه الأفلام تزودنا بها المؤسسة الوطنية للإنتاج السينماتوغرافي كنوع من زرع ثقافة المنتوج أو الإنتاج السينماتوغرافي المحلي أو الوطني نظرا لجودته، ومراعاة لقيم وثقافة مجتمعنا الجزائري. منصة أخرى وهي منصة شبكة التواصل الألومني، وهي أول شبكة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا للطلبة خريجي الجامعات لعرض تجاربهم الناجحة، وحتى نعرف احنا وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، وكذلك تكون همزة وصل بين الجيل من درسوا بالجامعة ومن هما المدرسين حاليا، وكذلك سوف يكون كذلك عربون وفاء وانتماء إلى المؤسسة الجامعية الجزائرية. كذلك منصة أخرى وهي منصة ضد السرقات العلمية لشهادات الدكتوراه، تحدد فيها نسبة الاقتباس من طرف اللجان العلمية لكل مؤسسة جامعية كلية. إذا هذه كانت بالإضافة إلى حتى في جانب تكلمنا عن الحوكمة والحوكمة، وكان رئيس الجمهورية في عديد المرات في لقاءاته الدورية مع الأسرة الإعلامية يؤكد على ضرورة الحوكمة والإدارة الرشيدة لأمور المواطنين. تم إنشاء منصة للترشح لمنصب مدير الخدمات الجامعية، حيث يمكن لجميع الإطارات التابعين للديوان الوطني للخدمات الجامعية بطرح ملفات ترشحهم لشغل هذه مثل هذه المناصب العليا،
لتعميم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الإطارات. واضح سيد داودي. سيد سليماني، لو نتحدث أيضا، ما هي ممكن القطاعات الأولى بالرقمنة حاليا في الجزائر مثلا، في ظل ممكن هذه الوتيرة التي ليست سريعة جدا ممكن في تجهيزها، ما هي القطاعات نقول الأولى ممكن لتجسيد وتعميم الرقمنة فيها؟ صحيح، مثل ما تحدث الأستاذ على حوكمة التسيير، لأنه اليوم النمط المانجمنت اللي نشوفه فيه على كل مستويات، من الوزارات الى البلدات الى البلديات الى القطاعات، انه هناك ربما نمط التسيير يعني ثقيل جدا. سيد رئيس الجمهوريه في كل مره يقول تحرروا من القيود، ما فيش يعني بعد يعني رفع التجريم على الفعل التسييري وكذلك ابعاد الرسائل يعني المجهوله، قال يلا عملوا، حتى اعطى في يعني لقائه مع الولايات لمرتين في بدايه جانفي هذا، قال الولايات يجب تكون عندكم روح المبادره بدون انتظار هاتف او انتظار، لانه اليوم ربما ما لقيناش انه مثلا والي او رئيس بلديه يروج لبلديته او يروج للاستثمار في ولايته او حتى يفعل توامه. شفنا بعض رجال الاعمال ولا جزائريين راحوا داروا توامه مع بلديات ولا ولايات في ايطاليا مثلا ولا في تركيا. فاليوم القطاعات التي يجب التسريع في رقمنتها، خصوصا اليوم نتكلم على الاستثمار، وانا دائما كنت من دعاة ان تكون عندنا يعني مجمع اقتصادي او حتى وزاره جامعه للاقتصاد. علاش؟ باش يكون هناك تناسق وتنسيق واتصال وتوحيد الرؤيه. اليوم مثلا نشوفوا قطاع تجاره يمشي بقرارات وبسرعه، صناعه تمشي بقرارات وسرعه كذلك، الفلاحه، الصناعه الصغيره والمتوسطه، حتى اليوم نشوفوا انه حتى نقولوها، لازم نكون عندنا شجاعه نقولوها. اليوم ربما رحنا الى مؤسسه الناشئه وتناسينا انه اصل المؤسسه الناشئه انك يكون عندك نسيج اقتصادي مكون من الشركات الصغيره والمتوسطه والمصغره، لانه هذا الزخم وهذا هذه الشحنه اللي تجيبها النسيج الاقتصادي وبيئه اقتصاديه هي اللي تخلق لك مؤسسة الناشئة لانها هي تحصيل حاصل، لانه المؤسسه الناشئه هي اللي تلقى حلول وتعطي ابتكارات للبوزوان حاجيات هذا النسيج الاقتصادي. مؤسسة الناشئة هي نتيجة. لهذا الزخم وهذا البركان، دعنا نقول، اللي موجود في النسيج الاقتصادي. نقول أنه العصرنة اللي كانت يجب تكون كذلك في القطاع المصرفي، ننتظر في قانون النقدي والمصرفي والائتماني الجديد الذي يرسخ لأنه تكون عندنا بنوك مبادرة، رؤساء بنوك ومديري بنوك ما يلتزموش أنه تبقى إلا يعني ودائع فقط، يجب اليوم تكون حركية أكبر في البنوك في المصارف، ونروح إلى بنوك متخصصة. اليوم مثلا نلقاو بنوك متخصصة في الزراعة، في التجارة، في الفلاحة، في التصدير، إلى عموم إفريقيا. سيد رئيس الجمهورية أمر بضرورة تكون عندنا معارض دائمة في السنغال، في النيجر، في مالي. فاليوم الكل مدعو، لكن كما قلت لك اليوم يجب التسريع في المنظومة البنكية، المنظومة المصرفية، المنظومة الضريبية والاقتصاد ككل. قطاعات أخرى مثل التعليم العالي، ما بارك الله فيهم، رام يمشيوا بسرعات كبيرة، رام يواكبوا في الديناميكية، رام يعطوا حتى مقترحات يعني وزارة البريد، لوزارة الوزارة أخرى من أجل وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، من أجل يعني الدخول والاستثمار في هذه التجارب الناجحة والمؤسسات ودار المقاولاتية الموجودة في التعليم، في وزارة التعليم العالي، واستنساخ هذه التجربة الناجحة ونوصلوا إلى تكون عندنا يعني الحكومه الالكترونيه او اللي بها نستطيع انه بزره يعني ندخلوا يعني مباشره عن طريق المنصات، انه المستثمر تكون عنده ديمقراطيه. يجب ديمقراطيه الاستثمار في 58 ولايه، تكون عندنا خارطه ولايات، يكون عندنا، ونحن كذلك ننتظر في ترسانة من القوانين، قانون الصفقات العمومية، قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كل هذه القوانين اللي حتكون في 2023 مع رقمنة حقيقية، مع قاعدة بيانات محينة ومؤمنة، نوصل إن شاء الله إلى إقلاع اقتصادي في أقرب وقت إن شاء الله. سيد سليماني. سيد داودي، ممكن بغيت نتكلم على موضوع قطاع الخدمات الجامعية أيضا، الذي هو مهم جدا أيضا للطالب.
هل هناك ممكن أيضا منصة رقمية أو يعني نقول حاجة ممكن تطمن بها يعني الطلبة، تكون هناك تواصل مثلا مع الإقامات الجامعية، الخدمات الجامعية بكل أصنافها، ثم نتحدث على أيضا مراقبة ممكن قطاع التعليم العالي على قطاع الخدمات يعني الخدمات الجامعية، يعني نقول سواء الأموال، سواء من ناحية من كل نواحي، سواء تسيير القطاع يعني في كل النواحي. أكيد أن السيد رئيس الجمهورية في لقائه الأخير في مجلس الوزراء أكد وشدد على ضرورة تطوير منظومة الخدمات الجامعية خدمة للطالب الجزائري، نعم، والذي هو إطار الغدي، وباعتبار الجامعة خزانة الدولة من الإطارات، تسهر وتحكف وزارة التعليم العالي على تقديم خدمات رقمية تصب في خدمة الطالب لتسهيل حياته اليومية وكذلك مدة تمدرسه بالجامعة. تم إطلاق في شهر أكتوبر تطبيق ماي باص حتى يمكن ويسهل تنقل الطلبة في جميع المدن الجامعية، وهذا التطبيق يعرف تحيينا وسوف يكون للأسرة الإعلامية موعدا خاصا حول هذا التطبيق. هل ممكن إذا كانت تلمحنا ماذا فيه ممكن هذا؟ فيه تطبيق ماي باص، هو تطبيق تم إطلاقه شهر أكتوبر. الآن تحكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحيينه، كما هو معروف لدى العام والخاص أن هذه البرمجيات تحيّن من مدة إلى أخرى بنسخ جديدة. نجمو نصيبو أننا نعرفو كاع في النظام أنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر، جميع الأنظمة التشغيل تشهد تحيينا ونسخا جديدة من سنة إلى أخرى، وهو نفس الحال على تكنولوجيات مثلا في الهواتف الذكية، كذلك أنظمة تشغيلها تشهد تحيينا لأنظمتها، كذلك نفس التطبيق يشهد تحيينا، وسوف يتم إعلام الأسرة الجامعية وكذلك الأسرة الإعلامية في الوقت المحدد، نعم، والذي سوف يكون يوم الخميس هذا الخميس إن شاء الله. كذلك ما يخفاش عليكم أنه عملية تسجيل الطلبة من ناحية الإيواء تتم بطريقة رقمية عبر الخط، حيث بإمكان الطالب السنة الأولى تسجيل الإيواء، يمكنه معرفة مكان إقامته ومكان قضائه مدة تواجده بالمؤسسة الجامعية، مكان الإقامة من أول يوم في التسجيل، حيث تمنح له شهادة تسجيل زائد شهادة الإقامة بالمؤسسة الخدماتية التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. سوف يتم إطلاق أيضا في الشهر المقبل إن شاء الله منصة خدماتية لفائدة الطلبة، كان التزاما من السيد الوزير أن فيه من بين 42 منصة زائد 4 منصات استراتيجية، 42 منصة موجهة للبيداغوجيا للأساتذة والطلبة في الجانب التعليمي والبيداغوجي والبحثي، زائد 4 خاصة فقط بالجانب الخدمات الجامعية. هذه المنصات، نعم، سوف تسهل للطلبة حياتهم اليومية ولكي يكون لهم الوقت الكافي للتفرغ للبحث العلمي والزياد العلمي. نعم، واضح سيد داودي. باش نختم برك البرنامج، ممكن نعود نرجع فقط لخطاب رئيس الجمهورية اليوم، تحدث على نقطة التي تتعلق بتمويل مشاريع متعلقة بالفلاحة تقارب 90%، أهمية هذا القرار أيضا ممكن في دعم الفلاح أيضا لكي يكون هناك إنتاج أكثر. صحيح، ما ننسوش أنه هناك العديد من آليات التمويلية من طرف البنوك ومختلف المصارف، خصوصا يعني قرض الرفيق والسماح حتى الفلاحين باستيراد المعدات ووسائل الري والمعدات أقل من 7 سنوات، يعني حكرا فقط على
الفلاحين. اليوم سيد رئيس الجمهورية التزم وقال أنه اليوم أي مستثمر يريد أنه يستثمر في مجال الصناعات الزيتية، معناتها نعم. صناعة الزيت من صناعات متصلة بالفلاح. من الحقل إلى غاية المستهلك، والصناعة يعني السكرية نتكلم على أنا نتلاقى في كل مرة بالفلاحين يقول لك يا أستاذ يعني مثلا الذرة والصوجة والشمندر السكري هذو يعني كانت الجزائر تعرفهم في السبعينيات صحيح. والستينيات القرن الماضي، لما لا العودة إليهم لأنهم سهولة الحصول عليهم في تقريبا شهرين ثلاثة شهور يعني توجد الغلة، فلما لا العودة بسرعة إلى هذه المنتوجات الاستراتيجية. ونحن الجزائر اليوم نريد الوصول إلى أمن غذائي. الحبوب الحمد لله رانا في تقريبا 4.1 مليون، احنا وصل إلى 5 مليون. الجزائر تقريبا تستهلك 7 مليون طن من الحبوب سنويا. البقوليات وكذلك بقوليات الجافة مع يعني تقنين الاستيراد وحكرا على الواي سي، فالمفروض تكون هناك تمويلات كبيرة في مجال يعني زراعة يعني البقوليات الجافة مثل الحمص والفاصوليا والعدس، نعطيه يعني نزيدوا كذلك المساحات المروية عن طريق يعني آلية الري المركزي أو المتحرك. أنا نظن أنه اليوم أي فلاح أو من يريد الاستثمار في مجال التعاونية خصوصا الشباب، اليوم قوتنا في الشباب، هذا اللي خريج الجامعات وخريج المعاهد يعني الفلاحية والزراعية، المهندسين والتقنيين، أنهم يروحوا يديروا تعاونات فلاحية. أنا نظن أنه الدولة راح يعني كما احنا نقولوا تستثمر كثير نعم. في أن يعني في الشعب الاستراتيجية اللي هي الحبوب، اللي هي الزراعة الصناعية، اللي هي الخضر، هي الفواكه، من أجل الوصول إلى أمن غذائي نعم. مستدام. وهذه هي الرسالة اللي كان قدمها سيد رئيس الجمهورية. نعم، واضح سيد عبد القادر السليماني خبير اقتصادي واستراتيجي، شكرا. شكرا جزيلا على الدعوة. معنا أيضا سيد داودي عبد الجبار، شكرا لحضورك معنا، وأنت ممثل عن وزارة التعليم العالي، نتمنى لكم التوفيق، إن شاء الله تكون أرضيات يعني رقمية. إن شاء الله. غير إذا سمحت لي فقط في أجلة، أن وزارة التعليم العالي كذلك وضعت منصة رقمية لخدمة الطلبة من الفئات ذو الوضعية الحساسة لتسهيل لهم التواجد بقاعات التدريس واجتياز الامتحانات، فهذا شيء جميل جدا، جميل وإيجابي. نعم، جميل جدا، شكرا لك سيد داودي. إذن مشاهدينا وصلنا لنهاية برنامج اليوم من الجزائر، نلقاكم إن شاء الله في عدد لاحقة، إلى اللقاء.